خوتي السلام عليكم، كما راكم عارفين معكم خوكم عزيز بوزي. ديما كنقول لكم اللي ما مابونيش تقدروا تابونا، وبلا ما تنساوش التغيميسات مسوق كومنتر زوين القبيح. انا ما عندناش المشكل باش تجي معانا، قالت لكم اسكم الفراجه خوكم بوزي. ها هو جا. ديما كنقول لكم قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، اللي مريض دعيو معاه الله يشافيه، واللي في الحبس دعيو معاه الله يفاجئ عليه فهاد الصيف هذا. وراه عدوكم زغيروش الحبس، حيت انا كنعاودو هاد القصص الحبس، حيت انا فايت ودوزت شحال من صيف، 17 الصيف وانا في الحبس، 17 العيد الكبير وانا في الحبس، 17 العيد الصغير، 17 رمضان، وزيد وزيد بلا خلي الدوك وياس بلا، حيت انا اللي مجرب فهاد الحرارة هادي مساكن. الله يحسن عوالهم والله يفرج عليهم والله يبرد عليهم، سواء اللي مريض ولا اللي في الحبس. دعوا معهم اخوتي المغاربة داخل الوطن او خارج الوطن، خوكم عز وزيرة كيبغيكم. المهم ما عليناش، كملوا القصص ديالنا اخوتي. شحال من واحد كيتلاقاني كيقول لي بوزي سير هكاك في القصص اخي عزيز سير، كنقول له انا راك عارف ما عندي ما نكذب عليك. واحد تلاقاني غير هاد الصباح شني قال لي، قال لي خي عزيز داك الشيء اللي كتعاود، قال لي عشو معاك في الحبس انت راهي فوبيا خير على 50 واحد عيد بعد تميت هواد. عيط لي ما حد تبقات فين اخويا عزيز بخير، قلت له راني هو نصور واحد الفيديو. قال لي سير اخويا عزيز الله يعاونك، تبغي شي لعيبه قولها لي. قلت له ما خصني حتى شي حاجه، قلت لي الناس كتحبنا احسن حاجه ربحت على الدنيا هي حب الناس، هي حب الجمهور، هم هي حب اللي كيبغيوني. واخا اللي كيبغيني انا كنبغيه، علاش؟ بس انا ما عنديش مشكل حتى شي حاجه صافي. سيري طلع لي الحبس في راسي، طلع لي كلشي في راسي، باش كنعاود لكم هاد القصص، باش هاد الشيء راه قدامي اللي كنعاود لكم. اش بنادم يحاول ما يطيحش في اللي تحس فيه. انا بزاف ديال الرجال، بزاف الناس اللي راهم ضاعوا وكذا، كاين اللي حماق مسكين، كاين اللي كيبس في الزنقه. حنا الحمد لله راه كما كنقولوا عقلنا قبل، عقلنا قبل ما يفوت، قبل ما تمشي التران. واخا اخوتي نبداو الحلقه ديالنا كما قلت لكم، امبور كايس صافي، قلت لك البركه خرج شبيحه حالاتي، الشبيحه اللي سيرك معاكم كيهود اكلاس طق طق تاي. فتحت الوالدة لباب محمد خمرت لها الكوفاشة القناك، حيت صافي راه عرفوك نتا وليتي ميكرو، عرفوك بأن راك ما غتخدم ما غدير ما كدا ما غدير حتى شي حاجة اللي هي مزيانة. اختاريتي هاد الطريق دبر راسك، حنا قالك ما تجيبلناش حتى 4 دريال متخلاش معاك حيت فلوس الحرام. حنا والدينا ما عاشوش بالحرام راكم عارفينو. قالك شوف اش كيخدم عليه بلا المرؤة، كيكون بحال با كيبارك له في مال الحرام، فرزق في غير ربيه فبارك لك فيه، كيزيد يبارك لك الله في المرض الحرام، كيخطب عليك كيزيد يبارك لك، وانت كتقول الله لا لا ولا كبير الله غاضب سبحان الله سبحانه وتعالى غاضب عليك. حنا الحمد لله منيس علينا. المهم خالص المهم مسكين الله، اللي عنده شي مو الله يخليها له، اللي عنده شي با الله يخليه له. تهلاو في والديكم اخوتي، نظرة غير ميساج مع خوكم عزيز بوزي. لا في سبيل الله انا هادشي اللي غنعاودكم عليه راه دوزتو شحال هادي، ماشي دابا، دابا غير كنعاودكم القصص كيفاش بان يحاول يسعي. دابا القصة اليوم غنعاودوها لكم شنو كاين في الحبس، وشنو كان في الحبس وكيفاش وكي كيدير بان مدوز حبسو، فهمتو كيفاش؟ باش ما يكذبش عليكم واحد اخر يقول لكم لا واه كنتو 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 كنت لا، كي كيدخل كي كيخرج كي كيكون هنا كتبش عليكم. انا اي واحد سقسيو عليا ونقول لك في الكومونتير يقول لك واش انا هادشي اللي كنقول واش واقعي ولا كنكذب. علاش ما كنكذبش؟ الا كذبت راه كنكذب على راسي ماشي عليكم نتوما، شفتو كيفاش؟ ما عليناش ما كنقولو غنجينا نسالي، كنا ما غنساليوش، كنا غنساليو تقنا مساليينش، قنا داخلين على القالب. المهم بقينا الشراب كاس راكم عارفين قمر ليسات السيفا، كنوش كنكبت الميسا نهار الجمعة الخميس كندبر في مصاريفة الجمعة، كي كيتسالي الصلاة
خمس غداو هرا الهروي ديول الهروي الشراب باش نعاود لكم شحال هذا كنت بحال كيما كنقولوا بنادم بحال حماق بحال بنادم مش على الريس ولكن السبب ديالو هادشي كله هو البشر حيت انا سبقت خرجت من الحبس وساليت نلعب الكره وليت كنخدم ولا كذا قال لي سرقتي الخاتم ديال الدار انا ما سرقتش والله ما ديت واخا والله ما شفتها بعين والله ما علمت عليه المهم وليت المشاكل السرقه الدباس الضرب وجرح شير عليا شير عليك هذا قياس كذا ما قياس كذا هرب له تلبد في سالي الليل وليت كنشري قرعه ديال ياسين وليت تارك الناس المدرسه وليت كنقلب صافي دخلت على القالب ولا بحال دابا الوالد ديالي كيت من طالب هذا في ثلاثه د الليل يتسوق كلشي كيعرفني كلشي كيعرفو باين من هذا كيت من دايس سكيريا هذيك الطريقه الموسيقى خسر الهضره كيقول له لا اسمع ابوي البوزي طالع حشومه الوالدين با محمد بخير لاباس كذا هو كيطلع قومي ما قافا ديالو شكارتو الصاك كيهضر مع شي واحد شحال من طريق نقول نطلع معاك با يقول لي نمشي معايا نمشي معاك انا عارف الطريق هاد الناس ولات كتحتارمو باش تولدو ولا بيكرهو واش غيمشي يقاس لك بنادم والديك شنو غدير معاه تمشي معاه فين ما كان تمشي معاه حتى للرشيدية تقتلو على حساب والديك ولا على حساب خوتك لقيت هكا قال ديك الحالة عندي عندك واحد النير مبلكا كاواش شفرا وخدا كنسم ودارت العملية الصريخة شحال ما سرقتو ولكن ديك العرب تا واحد مكيجمو هاد الوقت كيما كنقولو طلع لي طولت في السيفيل طلع لي السيفيل الفرنسي غير بقيت كنقول يعطينا الشاب ليسانس وتريح بالعافية شوف بلي ملي كيدعي بالقوة كيموت بالضعف صافي طلع لي السيفيل الفرنسي بغيت نمشي غير نرتاح باش قوة الشراب صغير سير لهنا سير لهنا سير لهاد الواد سير لهاد لابيسين سير لهاد القهوة الشلوع الشطح مع هادو مع هادو كيمرض بنادم كيولي الدماغ ديالك كتخش تكامطي كتولي شنو خصك غير تمشي ترتاح في الحبس حيت الحبس انا نعاودكم شنو كان فيه وكي كان وكيفاش باش انا يعرف بنادم يعرف الطريقة الحبس كيدير دوز حبسو هادشي ديال شحال هادي ما دابا راه مشيتي للحبس راه بقيتي عبارة المنيارة بقيتي هبرة الطيار بقيتي جديدة للكلاب إلا مشيتي دابا شحال هادي كنا هي 5-6 سابينة في السيلو دابا 25-24 كي غدير الدوزة للحبس وفات الصهد حنا دابا بالصهد الصباح كان البرد بالصهد الكبيبيض ولبستي شورت من الصهد ولكني دابا الصهد الحرارة مشا اللي قلت لكم دعيو مع المساجد اللي مريض الناس راهي الله يحسن اعوانهم ما كذبش عليك حيت انا دوزت فهاد الوقيتة الصيف وكنت كنبقى شيشة فور طاب تي شورت الرولو ديالي فاز كندخل ندوز ولكن ملي كتخرج عاوتاني الرياحة كاينة ولكن الرياحة كتصوت السخونية شفت كيفاش ما عليك بقيت كنسب الله يعطينا الشاب لي صاصت ريحة العافية كنكونو بالباب السما مفتوحين اخوتي بس جا واحد خونا تاهو شويه باسر كتكون دابزنا انا وياه كيز قيسني لهنا واحد الضريبه في راسي كنت كنمشي ليا قصو يدي ما علينا طلعنا للطبيب خرجت لقينا في الطبيب طلقناها في الطبيب صالحونا الناس عندي عندك ما ديك لا راه ما ديك داري طلع غدا شربنا انا وياه سكرنا انا وياه قال لي خي عازب قلت له اسمع نهضر معاك قلت له انت بغيت قال لي انت بقيتي كتسب وهادي وهادي قلت له نسب سميتك قال لي لا قلت شي ياسي علي انا خايف بوزي راك عارف الشراب قلت له هاني ممكن راك تشربوا انا وياه قال لي بغيتي نديرو مع اي واحد قال لي حيد غير انت قلت له انت حيد غير انت واللي بغيتي نديرو مع اي واحد المهم مشينا بقينا كنتسبوا انا وياه عندي عندك عندك سكرنا بلقنا تفارقنا انا خطبت في الصباح شنو قلت؟ قلت في الصباح قلت ادم قايص وخايص سكرت انا وياه والحمد لله ملي خرجت الطريفه دابا انا جالس تحت الشفره هو تحت الشفره وجالس كنجلس نضربو بجوج هو قايصني وانا قايصه شنو كنقول مع دماغي هو يجبدها ولا يجبدها تعال بقى زلقني نزلقك ما فياش بسم الله خلق الله ربي عطا ربي يدا ما كاينش حيت الجهد كطلب الحبس كطلب الشاب لي صاصت ليه العافيه كي داير هاد المصاعب الكحله بقيت كنصرف غير مع راسي الحمد لله ملي خرجت هاك فقت في الصبيح كنخرج
هكا ما عارف اللي طرات الوالدة دا مسكن نديب وكذا وهذي الصغادة شفت ما القراءة القراءة واحد دريت نجي واحد دريت زاو كي كينسف تليفونات مش فينا خايب بوزي دي خايب قلت له جلاس سادة شربت خويت له قلت له الشهاد قرب نسال القراءة قلت لي أنا جاي خايز قلت له فينا تمشي قلت له مشي ندور صبر مشي ندور مشي وانا وياك ندور علاش قلت له مشي انا وياك ندور باش نرد باب نمشي يدير ريالات ما يبانش هذا يهرب كذا بزاف د الحوايج كتحلل وتصرف حيت الحبس كيمرضك كان شي حاجه اللي هي قبيحه ايما عليها سيري القرعه طلعنا انا وياك انا غادي نبيع عندي عندك كنت نخدم الخدمه انا ما نخدم لا والو كعرف راه خدمة الصور ما نخدم لا والو شو هاد الكاميرا وشي هذيك اخرى يا دي قال قال ما نخدم ما والو نخدم نساعي ربما استعاوز نمشي كاريت قال لي صافي قال لي خليك من البعيد انا غادي معايا لا بمضارة والو حتى شي لعب هاي تمام قاعد ادخل كده واحد التليفون قاعد تراخ كاين نص بالداد شاد يا مات شاد بشعر نبقى زوال كنعيطش كنت بغي نقول له واش هذاك فلان واش هذاك فلان هذاك البرا واش مرق معروف دابا راه ولا ساكن في الرباط نلحنا صوب له تاشي واف قال لقى في حوم قال لي هاي بوزي قلت له قلت له راه خدمات ثابته قلت لك راه براني الخدمات ثابته تويلي فين فايت واحد الكارطا عرس تما مشيت عند واحد الصاحب اللي ديما كنبيع قلت عليه الدار 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 فين اخويا بوزي بخير اه فين ماشي بخير هذا جبت البياسه قلت له سما راني عارفه انا تسعد دارو طرون الطربه قلت لك عارف 700 درهم انا الفرنك درتها بجي لو بتسافي الدين دري كيساين طبعا سعب 70 الفرنك صافي هاي بوزي قلت لها شغل دي صرف هذه 100 درهم سدي 5000 5000 غندي انا قلت لها 4000 نسكرو بيها سكرو بيها وديك الساعه يحوها نتسالى لنا الفلوس هي عندنا الفلوس قال لي صافي يا عمي صافي اللي درت يا اخي بوزي سوا ود الحساب وخصال دليل اللي هو فيه شي رجوله كما كنقولوا ما كايناش ما يدوزكش في الدباز في السرقه ما يخبط عليك ما والو غير المهم شنو هي كتبقى الشك اه ما تيخش الشفار ما تيخ فيه الشفار اللي كيسرق كيخبط على بنادم يدي مليون يبين لك 10000 في مجاز 190000 خلطها خبعه نشرة بقينا على الهروي جاو الدريوية جبا لينا فين عمي عزيز كدا موسيقى بقينا على الهروي تسالة داك 4000 تسالة الشراب جبت تسالية 1000 ريال جبت لي 1000 ريال صيفط معاهم ثاني جوج قرعات بالعكس ما قيت مع الفقصان مع كيبان لك الحبس مع الروينة مع شكون كيبان لي كيبان لك اللي كنقاصني وراه في الحبس وانا عاد شاد اللحوم تصوف دابا بدارو بقيت كنسبا والدايرة والفعلة وراه مسكين في الحبس راه غير شنو كنقول لكم الشراب راه ام الخبائث الا ما تخدم عقلك شي تخبرها كانت بشي فوندا بس كان السب وهادي قطن الدريه وتبي حالتي كاو كاو الدار ما فرشات لي في السطح طلع في السطح فرشات لي حتى القريعه ديال الماء العشاء ما تعشيت مع والو شهد انا فيا قاعد خونكم كاو كنشهد شهد قلت لك النا قلناهم استكانوا باللي ويا راك ما عارفين بنادم كيكون محروق الصباح كنطلع هذاك الفريش كان نوض للدار كنغسل كنخرج خرج صفى هاد القهيوة فهم على القهيوة وهذاك عشير مسكين اللي مشى خدم الخدمة تويلي فين ها هو هو عمي عزيز لابوزي عدري فقت بكريم وغيش نجي نفيق قلت لك غير فيق سيري زعما نعستي في السطح قال لي قلت والله مخطط في السطح كما عارفين حمد الركبي كيدك وما كيكمي باش تعرفو كنقول شي قصص اللي هما واقع واقعيا ماشي نكذب عليكم نقول لكم انا كنت وكنت وكنت بغيت تلقي الصين عندكم كي دخلت للحبس وشني كان واقع في الحبس وكي كان الحبس شمسهم ما علينا يا الله فين نمشي نمشي ما جوانا بيا جوج قرعات جوج صداد راس هو كيكمل هي الكارطون كيكمل الحشيش انا حمد الركبي
كندق وما كنكمي كنشرب وما كنكمي حنا كندرانكي ودنجنا كندرانكي وعندي كنقول راه ضحك عليا الطوبيه هو خصاير خصاير صافي القرعه الاولى بدينا في الثانيه قال لي جاني جا قلت له نوض سير جيبتي العيبات قال لي جيبك معايا قلت له جيب لي جبت لك زان كاس ربع على الخبز مش عارف مسكين جاب دار جوج خبيزات دار فيهم طون كاشير العيبات كذا مش عارف ماني هذا مساكين خصايب على الدريري لا مراسله تسمى هو حاط طينا قال لي ما صرنا والو مقصين خبرنا لك ضايع تدلك الشمو والحفا هو تعلم وين دا درك اشكو مسك الراس تواقد هذا صحيح حنا انا وياك قلت له شنو غنديرها بلا والدين هو ما كيقوليش ليا كيقول لي وانا بحالي كنقول له زيد كيقول لي زيد قلت يلا كنخرج برا برا حين قبيت راه في المحطه ديال الطروه هذا البومبا ديال التصحيفه كيبان لي واحد الخضري كيما كنقولوا حامد زيد كيغلس كيغلسو كتكبت السهره كان مورا السام كدا 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 كنتورقو زيد قالو دارو السلف وتيليفون كنتورقو شكون هذاك راه فلان وفلان جا واحد من غندير العوامه بدا فوزر لازم التليفون واحد خونا كنعرفو وكدا حقا من العائله صحابي نصاب من العائله والسلام قالو صاحبه كنت معاه بلي ما راه فين مشيتو فين مشيتو قلت له اش غدير ما ديش سير ديك لاري صاحبي قد تقلب غير على الكحله ما تقلبش على البيضه تقلب غير على الكحله ديك الساعه كنقول الله يعطيني العافيه تنوض قنبولي وقع هو غير حقا الصغور التبريشه شي كان كنعاود لكم راه شحال هادي أنا دابا هادي دري كامل ندياش البنات هادي كديري دريات راهي ما نديها البنات الخلقه خاويه ولا الناس دابا غير التليفون كيعطيوها 10 سنين توصي راه خايدك لاري ما سرقت ما والو قلت سامعها هو دارو سيمانس ساعه سيمانس كيسوى مشينا مع التليفون سكرنا مسار جبنا لاروين دارنا فرحنا تورقنا قال لي مشي لمك حتى هو يديرها بلا والديك قلب على الكحله موالف بالحبس انا مشي ما مشى كيجيبو لنا المخزن ابا لنا المخزن جا مورا الدار مشاو مورا الدار ديال الدار حتى هو كيسكن في حومتنا انا كنسكن بحال هنا في جنان السراج وهم تحتنا في جنان القادري جاو لينا بارقا بتاع شي واحد علينا ما نسينا حنا وزدنا المونتيف ولا ما دراش ولا شو الكواريد الكحله كي كان كتنسى كدير الحاجه وكتنساها ها انا مبلك انا مبلك كيما طالعين ناسيا طالعين يقول راه ضحك عليا عندي انا لا غادي الدراري قال له ولا غير خلاص من البريك هذا الدار اه يا علاش قال لي كمان الصعب اي ما نار خلاص انا الطاق اللي بلا ما شنو واش عاد خزنا بوز جام ورا كنساو فلان قلت له واي تما طمع القالب او طلعت على دار السلف والتليفون با ودابا غير بسم الله خلف الله قال لي مشي لمو يعني حبسو دايس هو مسالي انا قلت له برك فين نمشي انا مبلكين كاع ملي نجيبو شي قرعه نوليو غير بوزينا ودو الجنان قلت له هي اللي فيها قرعه بلا ودو الجنان ميكلا العالم ودنا الجنان فرغ شي واحد كارطون وكاسي مبلكين كاع مشاعل يرقد رقد تصبح كان قال نصف القرعة مازال ضربت الشمس نصف القرعة ما كان الصيف فينا نمشي قلت له مبارك عرفتو شنو درنا قال لي راني عارف هو راه مسمار قال لي يعني حبس مو دايز ولا حبس دايز يا الله خير نريقو بركنا نطلعو نديرو هاد الوالدي قال لي هو برك صافي درتي الكارثة المخزن كيقلب فينا تخبى وثاني بحال دابا مشيناش حنا خدمنا الخدمه شنو غايقولوا فلان وفلان بوزي وصاحبه وفلان هما اللي راهم مسعرين هما اللي سعروا البارح هما اللي سعروا عليهم قلت لي واخا انت ما خدمتش الخدمه خدمه واحد اخر كتكب لك في ظهرك قلت له يا الله طريق ناس من الطالع غالي ما بينا با ما عرفناش ما نكذبش عليك اخاي تما سلمت انا للبشر وسلمت للمخزن كي داروا تسلطوا علينا كي داروا يشوفونا كي داروا يعرفونا منين خرجوا ما نعرف وتصور الدرب دايزين الدرب خاوي ما فيه تاواه غير الله ولا ود الجريمه ديالي هادي يلا حنا دزنا غا
هنضر واحد راسك يجي مورانا كيربطونا اربعه هداد وقاف شكل نص شكلونا طحنا الارض سقال هذا كي داروا خرجوا ما نعرف واش كانوا راصديننا والشكامه والله لا يعلم. تما انا سلمت الديو ساكن داك لاندروفير البيضاء والخضراء فيها الشباك ايه الطواكل باتي كدير داو بعتي قداش واحد الشعور اللي فعل الطوكال فبقادر زواغة اهو هادوك كبدو بلان كي تحت حواه الشي لك بدو بلان بهادوك وش بتي عليهم المضاء مشي تي خبر الحمد لله ما عندناش المضاء ومش بقوا في الناس قالت الله انا هاد الله والولاي ام طلع انا في الطاولة وقال ديت وما ديت انا كنقول غير ديما ما ديتش وفرايم كان حلف الله ما ديت حيت الاخر اللي غير الناس انا فين غير الناس ما ديت حتى شي حاجه الاخر بدا طلب طروا هو اللي دا السيمات هو اللي دا السالف انا ما ديتش كنعرف الله والله ما ديت سكت هو الدار كانوا كيحملوا الشفار الغلطه طيبوا لي وجي بعد ما جلسوا على الكوسي الناس قالوا جلسوا الارض انا في الطاوله بهذيك الطاوله بهذيك بعد يا عبد الله ولا بيجيب الولاية طلع صار الفوقي الديرو 82 أبا محاربة العصابات والأرداء كعرفوش يما رحاميني ولا يقول لك الحق صدريف كديرش لا تقول له ليه كتدخل بعدها كتلقاهم ما عرفتش قداش دايرين بسم الله كتلقاهم دايرين كد هالطواكل بحال ما يقطع الزن والطولة ما كيخرجوش هادوك هادوك يطلع غردا يطلع الصار كي كتدخل بعدا هي كتدخل كت ميطي كتكز على الكرسي طرق 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 كلاس في الارض كنتي كتكز على الكرسي كاعطيك سيري تسقل كيقول كلاس لامك في الارض دارتي مالك وانا كنقول هذاك الدريري مسكين تا هو قهرو سقل قهروني تا هي انا قررت نقول لهم انا اللي درت داكش جا هو قال لهم حبست نقول لهم قال له شنو قال له راهي خلي سبوزي قال لهم سؤال رجوله كيدير مسكين داك خلص بوزي في العمق سنة شربة نوية وطلعت كوفش داك من آدم واحد من آدم قلو ديت له السلف والتليفون قلو ديت السلف والتليفون شكون اللي بعلك التليفون قال له ديتو أنا بعتو فين قال له فرحة الزبيب قال له كات قال له غير فرحة الزبيب السيد السقا قال له فرحة الزبيب ها قال من بعتي قال له لا وأنا اللي ديتو بعتو والفلوس قال له شرب شريت الشراب وسكت معايا بوزي قال له بوزي ما عارفش قالوا لي ما عارف والله هو قالوا والله ما عارف قلت له انا شتيت قال لي سكت لامك ما عارف اللي كيقلعوا بنادم شتي كنقول لكم شحال هادي حيت الشفار كان دليل مثلا دابا دليل باش نبين لكم باش نقول لكم لا واه كنت وكنت وكنت وي الخاوي لا كنبين لكم شي حاجه اللي هي واقع اللي نهضر عليها راه كاين اللي نقول لكم هادي راه كاين راه كاين ما كاينش نقول لكم ما كاين وين سقات لهم مكدا مسكين بحالي براني هو دون اللي خواك اللي القتلة ولك دون اللاك هو دون اللاك كان لقاو داك المكناس داك البوليسي شان نقول لكم الله يخليه يسلع نعت فيه الروا شمات لا مات الله يرحمه ولا هذاك الله يسامح له ممكن نقول داك ليا كان ها ما جايبين الشفاره قال له شو على الراكي ما جايبين الشفاره وراني نساعدو اه حيت انا كنت نتعداو على عباد الله كنت قام عرفت من فين غادي واش يخلص الماء واش يخلص الضو واش يخلص الكرا واش يصرف على وليداته واش كدا واش هادي ولا هادي واش يديها يعطيها لامو المهم حنا كنا ديك الساعه اللي دينا شي حاجه اللي ممكن ديوها كنمشي كنبيع وكنشري الشراب كنلبسو بوسيني شنو بوسيني صبرتي لها في سرا كويط ما ولا بيرميدا ولا تيشورت لا اونسومبل المهم كويس كيطر العياقه الخاويه كيجيب لنا الله حنا رحنا شي حاجه عندك الشيء اللي تعدد داك الشيء اللي تعديتي على بنان ربي ما مول سخر ما عرفت طول لك هاش فرجه زينك وشك وشك انا عارف بعد ما رديت عليه الهضره عطاك سيره السقن دخلنا على الجيو دريو هي كاع فين خايب بوزي ياك لا بس كنا ماشي تعاود لهم الفري صافي راك دخلت تكتفتي تكتفتي تعاود الحباسه بحال نغمرت مع الدريوي حيت الماكله كانت كبر كانت كمية قلت لهم انا راكم عارفين حنا درنا كمية كندكم مكان كمية العشير كي كمعت عمري ثلاث حطيت راسي رقدت قد ديك الليلة صلى الله فقت فطرت مع الدريويين
عيطونا حد المسكس كنغمس وريق قادر باش قولوا شنو دايرين لنا الاول حيت الاخر راه مبريني بزاف لي فلاكه قال لي خاي بوزا راه نبريك نبريك خويا خاي عزيز وهادي راك عارف قلت له اي صافي خاي عزيز انا واحد الدري اللي مراسله هو كان ولد الجريمه والسرقه والروينه وما يدوزكش سواء في الكومبا سواء في السرقه تكون عنده تي شورت ولا كبوت بحال تقول له عطيني الكبوت كيحيدو لك اللبسه كتقول له كنضحك يقول لك اللبسه خودو تخرج ولا كي كان عكس دابا دابا ما عندكش ما نتاش تاكل الخبز وسط الحبس يقول لك بتير سيوم كولو بوحدك كيجيبش عندك ما يتعاشرش معاك بنادم ما عارفش شنو يدير لي هو قال لي مسكين اش نكتفوا على وياه يا الله طوموبيل ستافيك تبع المحكمة ابتدائية دخلنا سميتها كيقيدك واش قلنا قلنا الدراري اللي جايبينهم معايا قاعدة واش باش داك اللي جايبينهم بالسود اللي جايبينهم بالبطحة كل واحد منين جايبينو جايبينهم بالطروازيام حدا عين قاعدة كل واحد منين جايبين يا عمي عز بخير لازم نهضر بالحبس معاهم بخير لازم امضرا يسكت راه مساعدين انا وجوج دا واحد ما صارت ما والو ها هو قالوا لي دريو لي شنو قالوا لي غير ريبوز شنو قالنا انا راه ندخل انا فلاب بيت قلت له راه راجل نتي صاحبي راه بريني مسكين وراه كلينا القتلة غير سكت قال لي ها هي كلش المهم عرفت انا كنساعد كيعيطوا صحابي مالات كيعيطوا لنا بجوج انا ولد الجريمة فلان بن فلان فلان بن فلان كاين زيد ديك مورا سمو داخلي كنلقاو ضحية وحدة ضحية وحدة لمن هي ديال 6000 وسيماس مورايا انايا هادي سميتك سميت سموك سميت باك الاخر سميتك سميت سموك قالو شكون اللي صرخك في هادو دار فينا هكا عقل الاخر طوال مني شوية قالو هذا قالو هذا قالو لا غير كان كيسبك تا هو هكا قالو غير كان كيسبك جا هو قال له سرقتيه قال له ها سرقته قال له هذا قال له ما كانش معايا قال لي وانت قلت له انا شفتو سرق لا هذا حاشا يديه في الجيب ديالو هذاك تمي تابع باش نشدو الدراج الراس هكا زعما راني انا مع هذاك الراس ولا نعاود الجريم غير هو عاوتاني دراني شنو خصك دير له صافي كيفاش كتجي معاه مع باش ماشي نمشي للطر والزبل كامل نعطيه ولا والضحية فلان فلان شكون بدا عطينا له ما والو مهم كبا فيه انا هاني براني اتيقع غنمسنا غنمسنا وانا كندري من الدنيا اللي كندري ويا الامضرة راه مسكر هذا براني راه خصها وقام انا كبيت زعفي الشكوى على جوا مسكين قال لي يا اخي عزيز قال لي ويني بصعب تخرج انا عايز لا غادي نخرج نخرج انا عندي عدة صوابع غنخرج قلت له واش حماق قاينا من كيدوزو عيطو صحاب الشراب كدا خر بقاو بقاو غير صحابنا غيطلعو الغرفة خدنا واحد البيت كيمشيو بيه حالاتهم كدير تلاتة كيمشيو يتغداو كيصلي يصلي المهم كدير شي حاجة كديرها باش تلاتة كيجيو تلاتة جاو فتحو علينا طراق 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 كتسف 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 زين وليت كندخل المحكمة كنديرش هكا صافي عارف ما غتبعني امي با لا خوتي لا والو راه غادي لكراج صافي كتفكر فين غيديوني وفين غيصيفطوني وفين هكدا وهادي جبتها يا هادي عيطنا طلعنا الغرفة طراق كيدوزو صحابنا محاميين هما اللوالا هاكا عيطو لنا حنايا فلان بن فلان فلان بن فلان حاضر وقف دير محامي دافع على راسك دافع على راسك دير محامي دافع على راسك شنو كتقول في هاد الشيء فين هضروا مع هو الوليد هو اللي مبرين عيطوا للضحيه الضحيه وقف امس شنو كتقول في هاد الشيء صار خرج راه قال له سرقت قال له شكون سرقك في هادو هادو بجوج قال له لا قال له هذا سرقني وهذا كان كيسبب قال له علاش كنت كتسبب قلت له حيت انا طالع شفت حاجه يدي في الجيب ديال هذا الراجل تما يتسرب باش نبقى ليه نرد له الرزق اساس الرئيس انا ما دايما ولا سولوا هذا الراجل سولوا سول هذا قال لي فلان فلاني ديتو له التليفون قلت له انا ما ديتش وما يكونش والله ما ديتش والله ما يبقاش فهمتي فين الدنيا غادي خصك طاح الجبل نسحبها اسامه سقوا لي حيت الاخر مبريك
صافي دابا خصك تكبها فيه صافي كبها فيه. المهم قال الغرب موضع ولا خرج غنوليو باش نطلعو للفرع. قال لي هو الدونا قلت له يسرا قال لي خويا اخي عزيز قال لي بصح بصح فين نخرج نخرج ما نخرجش ولكن نزل كاس دير الحبس انا ما نديش بحال. قال لي هاني يا عمي عزيز قال لي خرج دابا نتفادى. المهم ودنا دوزو كلشي كامل عيطو صحاب الحكم كيدوزو صحاب صاحب المحامين هما الاول عندي عندك عندي عندك اللي عطاو عامل اللي عطاو عامل اللي عطاو السلطة وتصم السلطة بقاو بقاو حنا صحاب ليه نكدا لازم كدير هكا كتلقى غير البوليس موراك والمحامين هما اللي كيشوفو كيتصنتو على الحكام مكيبقاش بني ادم مع شني مع شني صافي نتا واحد كيخرجو على برا كيعيطو لنا اسمع انا بقيت كندير طاطو كنقول معاه شحال يعطي كيعطيو داك الدري اللي مسكين ست شهور هادو جوج د واحد مكيعطيني شهرين شهرين ديالها غير على عدة صوابخ والسكر وهادي مش عارف يا وشناي شهرين شهرين. المهم بحال لي خطبت ودابا سميت هو راه مسكين عم نقصو في الحكام قلت له كلشي داز قال لي اسمح لي اخي عازي قال لي صحابي غيطلقوك قلت له انت اللي سمح لك بويت فيك. قال لي هاني اخي عازي كلشي داز حنا موالفين بالحبس هو خصير ما يعمرلو الكاش ما يخرج دابا راه بيه خير داير وليدات والرجال كي كانوا عكس دابا هادو ديال دابا دابا الدماغ غير بني كيصدق الحبس يقول له فلان قال من بعد اجني 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 حباس ما ضربنيش الغلطه وينوضك في الحال كلش شكون اللي كلا معاه شكون صار معاه كاش شكون اللي من بعد سير كذا بزاف الحوايج داك لا هني وجبد سالت المحكمه كيكتسفوا ولا معاذ الله صطافيك دابا ينقادوش داك الطاق بصح داك اللي شي يعني موظف كندخلو نهار داخل كيطرق البيبان عاد كيفتحو لنا هرب البواج دار لهنا صحاب عين قادوس يزيدو باش كيقلبو هما الولا حنا كديونا للقريب ديونا للقريب باش عاد كيدوزو هنا وهادي وهادي وسميتك سميت سموك سميت سموك صورو كعطيوك النمرة د الاعتقال عاد كتبقاو كيدوزو كلشي كيدخلو لنا واحد البيت بيت ديتانسيون عاوتاني كيفايو ولا شي كيفايو ما كيقلبو هنا عاد زيد كان فيك سيونا نهيش انا فين كيديونا جوج دكار طيارات جوج فيك تاو قال لي فيك تاو الواحد فيك تاو الجوج فيك تاو الثلاثة أربعة ساعات كيوليو يقيدو التوبة لقيت واحد الدري اللي مسكين بعشر سنين خالد الطينة لقيت واحد هشام 30 كان جابو مسانطرة مسكين دايرينو حارق بلا ما حارقنا والو 30 سنة على الفاني لقيت السعيد فراشة كان عبد الله فراشة قاعد يروح يضربو الشاقور لقيت زعما الدريوي لقيت ولاد الجنانة لقيت بزاف لقيت ولاد العالمي هو اللي كان والو المهم الدريوي كاع عرفونا مسامر حبات لقيت ولاد الجنانة لقيت ميمي لقيت المهم غير الدريوي الخصمان داك سمعان ديك الساعة كانو ربع ياسات كانو ربع ياسات دخلنا اللي طارق في لاكا ربع ياسات زوينة كتسمي الدخل فيها انا غيبوزيك لاباس واحد جوج قمرات داك الدري مسكين المونتيفي تاعو ثلاثة وتلحاهم راه يلقى واحد الدري اللي وتلحاهم ما كتجينا هي تسا ياك لا بس كنت ماشني 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 ما كنصل كندخل طواليت شاف فريطة عطاني فريطة عطاني شامبون خويا يعني خفك شاب دوش طرا طرا بدلت كنصبخا قست في الدرية مع الدري ولينا عندي عندنا بس قلت لك ثلاثة اللي قلتلكم ثلاثة جابهم سانترا بيناتنا غير السلام بخير لاباس عيط لي مسكين قال لي اجي لحدا اجي لحدا اش فيك الجا قلت له راك عارف راه قال لي مسكين العاصير الخير ياسر دمقنا انا وياه واحد جوج ولاد ولاد عشازو دمقنا انا وياه عيط لك الدريري اللي واقف قال له بوزي نستنى بوزي راه قال له بوزي راه خويا وصاحبي ولي حشومه قال له وين حنايا ندوزو قال لي ما عندك كويشات راك عارف عاد جيت مسكين هاد جوج كويشات مرة الرجال كي كانوا تلعب شحال هاد كويشات يزير فين كيت الخوري في القرية القرية مع الصهد عجبني عجبني الحال قال لي ها القرية لكن عاس فيها واحد هاي طلقت انت الرويلو ديالك طلقت الرويلو قدا هكا زمط صافي زير كدا درت لوسات تاعي على الناس صافي غاتسكرش الصباح زاد كاينو كنزيدو كتلبي كتلس الروايلو كطول كدير من تحت الروال هادي تحت البياصات
رانا الباج دا عاوتاني داز لها بير خرجنا كيما العادة كتغمس عاوتاني كتغمس تما ملي غمست ودخلت تما عجبني كارطي هرا مبغيتش نطلع للتوبة باش ها حنا وصلنا اللي بغيتو تعرفوه نتوما باش عجبني كارطي هرا تحرميات اللي فيه كي دايرة الا عرفتي من الكروة الصغيرة خاصها الكروة الكبيرة كتلقاني السهلة كتلقاني السهلة كتدخل الشامبر كتلقى الميسة كتلقى من داك كي الغول هذا عنده 30 هذا مؤبد عنده كدا هذا والخير ياسر الحشيش انا مش عند صاحبي خرج شادي الحشيش هكا كيضرب حميد مزلون كيضرب صاحبي البوطون اللي دوز هذاك وواحد الراجل واحد اخر هذاك هو انسان اللي شتو كيشد مي كان الحشيش هكا والاحتراف تابعو بالصاك كيقبض الكارو كيديرو من في الصاك كيشرب من خبنا كيعطي وبوكور دا دايرو في السروال البار واحد عاوتاني باب مصحة بحال داير كيشيه جالس داير الخدام حدا عاد كيقبض الكارو والفيتشات هو خدام كيف الصرو كيبيع الا ما كيبيعوش كيبيعو جوج كيلو في النهار غير طراف في وسط الحبس شو كي كان الحبس شو الابطال كي كانو موظفة مكيوصلش لتما علاش كلشي خالص المدير خالص نائب المدير خالص رئيس المعقل كيشد نائب رئيس المعقل كيشد ديك فريمي جات لي قالوا تسمى في الامور موظف كل شيء كيقبض كل شيء شنو كيبقاش يهضر قمرو في وسط شارع النخل كيقم كيرش معاهم موظف الروينه كنقول لك صافي شي حاجه كان في الحماق انا واحد ودحومتي واحد ودحومتي راه دابا مسكين راه مريض وراه في الحبس هذاك هو اللي كانت عنده شفرات 15 في السبعه السبعه الكارطي هذا كان بطال كان يمكن يجيبها ب 3 سنين وكذا كيسقى بنادم هكا برجليه دابا نسكر كنحشي على واحد المبلغ هنايا بحال يتعوق قلت لكم كنحشيش كان ليبرو ترقوبي الشراب القمر كتبغي تضرب بنادم هاد باصو تسخسر شي واحد شي واحد باع السال ولا هادي وقص القلاع العفا كيمشي عندك شي واحد مال القماقه كيقول لك راه تعدى عليا ولا هادي ولا هادي ما باغيش ناكل الفلاقه ما كنضربو شنو كيقول له سير قسم الموجه واجي لعندي شو كي كان الحبس كيمشي لاخر ما خدش عليه كيعطي الطراق القمقم كينو تصبق لعندهم وعاوتاني ملي كيتصميمات شنو كيدير صاحبنا انظرهم العابطاش كيدير كتم خارج عاوتاني بالسروال بارا وكذا وعاظم كاسكيطا وبنادم كندير بحال الفيل دير راسك داز بنادم داير بنية جسمانية ديالو عالية وكذا كتم خارج قلت هذا هو المدير كيخرج عند رئيس المعقل كيقول له سمع القرا باسل الصدر راه باسل راه حلقو كيقول راه باسل تبداو راه قاعد 10 ولا كنحفل كيقول له هذاك ما يكونش الفلاقة شكون اللي كيتفيك تا هذاك اللي مخسر مضروب كيفيكتيو هادو مكارطي عرب كانو ابتدائي كيطلعو للتوبة كان جنايات كيديرو كارطي فرانسيس اه وشني كيقول الموظف اللي في كارطي فرانسيس كيقول هذا ما يخرجش من الزيارة اللي يكون خرج الزيارة للبيت ولا للكور ما يمشيش لكارطي عرب ولا يسلات ولا شي لعب باش ما يلقاش الضرب حيت الساعة كانت الساحة محلولة ما يخرجش شو كي كان الحبس شحال هادي بتاع حباس انا شنو كنت كندير داك جوج كمرات شنو كويرطا كنخرج للكور كنخرج للكور كنبدل الكميس السابع للكور بعد القميص كيجمعو ثاني غير ماكاري بعد هذا براسو هذا شي هنايا كيخرج معاهم البواكي الكارو اللي كيخرج نيدو مسدري هنا رويض الفرماج في تشات كنكبسو الميسة تما كنلقاو الدراك 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 عندي عندك عندي عندك عندي عندك اللي كيتسمى الموظف حاضر اللي حاضر الكور كنديرو من الحاضر كنت غادي نقول لك الرو ما يكليش يوم من النيكس كيبقى حاطي غير الموضة هو كيتمزي بالعلم كيقول لك عندك هو زي كل شيء كيما تحط سيدي كيخبى كارت كيبقى مدور الموضة عارف انا كنقمرو اسني واخا خصو يجي باش يدبر الا كان بحال مشى مع البوكي في الارض ولا هذا كيهز ديك ربعه البوكي ديال الماركيز كيديرهم جيبو كيدير بحالو يخرجك ما غيضربك ما حتى شي حاجه تالي تم خرجك على الخوات كتلقى الصناديق كتلقى دايرين واقفين بقار طيارة بل حد شني ياكل واحد شني داير ما لا هذا خويا اللي خليك يقول لي بعد منه ما هكا يقول لك منه كل شيء كاين في الحبس
كيقلب المحصى صوف راسه. و دابا واش ديك الحبس اللي دوزنا شحال هادي هو دابا، هادشي اللي بغيت نقول لكم. واش هو دابا؟ دابا تلقى اللي يرغب عليه ما تلقاش. دابا يدقدقوك بلاصة اللي سبيتي غير واحد وشادو فيك في السيلول، يخرجوك يفرعوك بلاصة ويعمر لك محضر طلع للمحكمة ويفيك تيك. ولا شادو فيك الزار شي وحدي يدقدقوك ويوليو فيك تيو. شو الحبس شحال هادي؟ شحال كانوا كما كنقولوا الشخوشة، ما تحبس ما فيه غير كاياطير، كانوا الشخوشة الأبطال. الا ضربتي بنادم مشيتي لعندو كتسمك هو خليش الموظف يضربك، خليش يضرب عنف ولا كدا يعطيك، حيت هو كيخلصو كيخلصو. هو داك المدير اللي غيبغي فيك تيك ولا غيدير لك شي حاجه ولا داك، هو عارف حشيشو كتباع في وسط الحبس. حشيش المدير كانت كتباع في وسط الحبس، كانت كتضرب لافاي مثلا. لافاي كيدخلو البيوز كيديو هذا 50 غرام هذا 100 غرام هذا كدا هذا كدا هذا، فين كيديوها؟ كدير كيحط رئيس المعقل عندو في البيرو، كيجمع جوج كيلو ولا ثلاثة، كيشوف داك بزناز هداك مسامر، منهم واحد كان مؤبد بلا ما نسميه، منهم حامد مجنون، منهم عبطر، عيطلو كيدخلو من البيرو، هاك نتا هاد الكيلو، نتا هاد الكيلو، نتا هاد الكيلو، شحال تجيبولي، شحال تجيبولي، هاك مشو الكيلو بالعلام كيتسم مداخل، شكون غيهضر معاه؟ تهضر معاه نتا، ودم من داك الحشيش، رئيس المعقل. شكون هو رئيس المعقل؟ هو شاف حبس واللي مكلف على الحبس كامل، فهمتي كيفاش؟ واللي مكلف الحبس كامل، عارف قرا عند سيدي علي راه داخل فيهم الويسكي بالشوكه وكذا، بقى يقلب الاخر اللي في الباب، اللي في الباب تاهو كيتخلص، اللي كيقلب في الباب راه تاهو كامل 1000 ريال هديسه قرا عند سيدي علي، وعامل غير الويسكي. شكون كيشرب؟ يشرب غير القماقم. كون هاد القماقم الاباطيرة ديال فاس بلا ما نسميهم لكم، كيجلسو هان دابا كيمشي يدوز مع صاحبو لاسياس، يدي معاه قرعة ديال يتروس ديال سيدي علي عامرة بالويسكي، يدخل عند صاحبو الشامبري القنيات الشلايط الخير القطيعة الفسرة، كيبقى مع الكاس والمواسق قولها وضحك عليا المواسق، شكون غيجي يهضر معاها؟ ها؟ ميهضرش معاها. واش الفار غيمشي يهضر مع النمر؟ ولا الفار غيهضر مع السبع؟ كيبقاو على البلاكه ملي كيتفتحو كاع هاد الكور كيخرجو، كيبقاو على الكاس طراق طراق، كيخرجو من بلاكين يعني عندو بوكور دات تحتو عليها دبون قشا، كل واحد شنو عندو عمرها تهضر. دابا ولاو غير فيران لاعبين دابا في العباسات، شحال واحد كتلقاه ضرب جوج قبضة ثلاثة كيقول لك انا كنت شنو كنتي في الحبس؟ كنتي كتصب السيادة، كنتي بلانطون، كنتي وكنتي انا كنعرف اي واحد، اي واحد كنعرفو علاش، حيت انا داك الشهرين ما تفيكتيش ما طلعتش للتوبة، دوزا جوج ديال جوج كارتيرا، كان البياصات كان الخير كان كدا، سداو الشطوبية، تلافز موجودين، الخير كاين، كان داكشي في العصير كان مقوق معايا داك بنعسان، قوت لي شعبي جوج مقدم حتى انا كنت كنخرج. وتا هو اللي كنعطيه 1000 ريال ما بقاش كيبغي يهضر معايا كاع، بقاش خويا دابز ولا دير اللي بغيتي. علاش الحبس شحال هادي؟ كترش كتخلص، شتي الا خلصتي تعيش في الحبس، ودخل بنادم بوجهادي حيدو له سبرديلتو، الصباح كيدخل بنادم هو دخل بالعشية جديد، داخل بوسيني في سرا، داخل الكويت طمع، داخل الكويت كان داخل كدا وكدا، كيقول له واحد ما كيعيط له شاف الشامبر تاعته، كيقول لها اش نقول لك بيت عام تعامل معايا نعمل تعامل معاه الاخر اللي شافه بعدا مسكر ولا شي حاجه ولا كدا كيدير صافي نوض سير اخي هاني كاش كيدير له كيصيفط له بنادم تالي الليل هو موس الصبر ديال بوسيني ديالو تالي الليل ما كيلقاش حيدها حيدوها له وتلاح شامبري 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 الصباح صاحبنا ملي كينوض كيقلب على بوسيني شكاين كاع غير حامد الزاهر وكاظم الصاهر شكون دالك ملي كيعيط على الشاف راه داو لي السبر ديال شكون دالك ما نعرف شنو السدا شحال تقلب نتا 80 الناس فمن شاك كيقولوا لك الدري الاخر ناس غادي دير مول بقطع اللي ولا خايف في الصداره كبوا له حصه صوف راسه
كيولي كيخرج كياكل السقن كيعطيو الشفقه تاع الشيره كيفيكتيو لها مبري واحد اخر الشمس ملي كيتفيكس هذاك الهامبري واحد اخر كيكرد عليه عاوتاني شاف داك شاف الهامبري كيقول عليه شاف الهامبري ديال داك الهامبري اللي تخلى كيقول له هذاك راه غير كدا 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 برك على امه كيولي كيناس باب بيت الماء كيولي كيتلصق فيه الجرفه بقى جا عند والديه كيخرج كل جربه الحكا عليه كي كيولي يقول هي مع بالو كيقول ندامز ملي قال لي خويا داك الصبر ديال داك اللعيبه كنعطي سالو كراني به خير من جاري وبراي حبس مزموط حبس بيت فيه 190 والبيت غير صغير وقال لك عطيني الصبر ديلا انا عيله باش ليه نقول لك السهل اخويا هاك مالك هو غير جاريك مع بنادم ولا تقول لك بليسان وغوت شي حمق حيت على هذيك كانوا كيكونوا ثلاثه د الحماق في البيت الاربعه حاشينهم في بلايص شي شاف شامبري ورد شامبري حاجه باش ما كيجي شي وجه خير ولا شي ودحهم تصا شي عشيره وشي ود مونسيف ولا شي وجه خير كيما لك بلاصه ب 3000 درهم ولا 2000 درهم كيقول لك الحمق نوض كينعس براس لاكار كتب بكيت لاكار كيبقى يتعامل معاه كينعس الاخر ديال البلاصه باش نسوق كيف هذا داك كان بحال بعطاه بوسيني تو انا نوض شي حمق يقول لنا صدق البلاصه وغادي نخرج للزياره للحفله وهو بخير ها هو اللي كيمشي شامبري واحد اخر كيعيش مدلول بحال الكلب واخا برزقك هرزقك عندك كي غدير تاكل لا تاكلش في راحتك كيبز ديوك كيدير لك بزاف د الحوايج كرد عليك بنادم كاش حد يتسحب بس انا كمان ما مش خسر الهضره كمان كيكون ناعس داك الشيء عيرته بعيني وشد صاحبي صاحبي تحرس مش معاه ممكن يكون ناعس سالي لي الاخر تاع غارق بزيك انا بنمشى باكي خويا الصباح كان يقول لك راسك يقول راني بسم الله خلف الله هو هذا اللعب ايه خاص عين لي الحباس هذا المسامر حيت هو كيكون شويه ديال البساله وفيه شويه العياقه اما كيكون شكان في السيفي ولا كيكون واقع له العيب مع شي واحد شاف داك شاف شامبري ولا شي مسمار داك الهامبري كيديروا له هذا القالب هذا الجدوره ولينو ديكورد عليك حمق حمق انت بليز ولينو ديكورد عليك حمق نقولو نوض بقى مع مزرب عليه كان داك الحمق هذاك بوهالي مشي ما عندك جي عند احمد لا محمد بقى كيكمي الجقات كيقول له هكا كيفو جوج الجوانات ولا كيقول له نعطيه ولكن يجي سماجي تقشيره الاخر قال سكر كيعطي مول الراس طاق قبل الحمق كيتير كان خرجوه مالك ما مالك شيء وتعدى عليه كيقول لي شاف شامري كيقول له وتعدى على داك الحمق والاخر الشهود كيشد مع الحمق الاخر ينضرب كيطلعو كيصوهاني ولو كيفي كتير والحمق كيبقى بلا مبري ديالو هاهي مشات لبلاصة بس بالعياقة حيت تكتيش كان في السيفي وماشي راجل يا في السيفي لي في الحبس شو كي كل الحبس شحال هاديك العياقة كي دايرة يقدر بنادم هانت تغنيتي معاه يسخن القلا يكورد عليك بلا مسخن خويلو طرود الزيت رومية شي مقلاة ولا في شي كاس ولا في شي كاسرونة ولا في شي جميلة ويدير له الملحة الملحة شي ملي كتخوي كتخوي دير الملحة في الزيت كتقد سخون سخون كتخوي على بنادم تخوي على مو على قنطوب وكتلصق تسمع كيف اللي بنادم داير كيتبوك كيولي شو على كواليس كانوا في الحبس انا بس كنقول لكم هادشي راه الحبس شحال راه صعيب ماشي نقول لكم انا كنت كنزل الكستوم كندي الشراب لدى الصحة ايوا كندي هذاك لا كنبين لكم انا عاوتاني شنو هي خدمتي كانت في الحبس قمر النيبرو حشيش تقردين اختو مسمار مش عارف تدوز حبس الشهرين ديال تعرف تدوزها وديما صحتي راسك باللي دير النعاس ديال المينيتير غيخلف عليك بنادم خصك تكون فايق باش عرفتي كيفاش ديت النعاس ديال كدا ولا ديما نعس على دارك باكا ملي كتعيا كتنوض كدير هكا كتشوف اللي ناعس عندك الا كنعطيك بظهرو كتنوض كتعطيك بظهرو كتسقطو كدير ليزر من تحتك هكا فهمت ديما كما كنقولو كتبرول في ليزر يا الحبس هذا با تكون قرب واللي عندهم لاصيانات ما تاكلش معاه ما خصكش تغمر معاه سواء نقولو دير له شي سحور شي سم شي مصيبة بحال هادشي كدا ما تكونش رقاوي شي ما كتعرفش بنادم ندوز معاك ولا ودعهم تاكل ولا كتجي تاكل كل هيك ولا خاي كيعرفك رخيص
خافك الجوع زيد تاكل الله يلا سبحان. وكانوا شنو كان كيعطيو؟ شموله وحده في النهار بيضة عصية خبزة، خبزة في الصباح كيعطيها القلب قاعد عندك سخونة. إلا عرفتي تساير بيها السبت تلعب عرفت تسرس بيها حبسك في الصباح تسنا كاس كل أربعة منها حيت السبت والحبس مكنتلاش كنت عاشرو على الشمول كل على البيطانسي كلها وكيضربها الشمول كلها كلشي لعيبة مغمروها تقطع ربيع كتفطر بيه ربيع كتغدى بيه كتعمر حدا بها العداس ولا شي لعيبة شي كار كتشدي كتقد الكرم كتشبع تشرب مية حتى تغديتي في العشية كدير كويس كرات بداك الربيع ملي كتجي تالي الليل العشاء إلا بقى شي واحد شي خمس أيام حتى كتجمعو داك الشي لي كتربوها كامل كتقطعوهم في وسط لهو بينا تشوبينا كتلق نيدو كتحرك السكر ديال خوي سميتها دانون خوي رايبي بس كتحرك كتحرك وكان دغمر بالمعلقة نساول نساول إذا عشرت هاكن ساكن 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 شو نحبس كي كان شوف المحل النكي كانت الرجولة دابا هادا وزاد تتحلم هادا دابا في هاد الحبس هاد الحبس ديال دابا غدوزو هادي السيام التالية بحال دوز سنين وخا غير النعاس وهاد علاش كاينش اللي يعطيك تاكار وانا كنعرف اني حمد الركبي ما كندك ما كنكمل ني الزياره ني الطياره انا كنت كنبغي ندوش بحال ما فهاد الحبس هذا باش كندوش كندوش بشامبان كيف نرقو الصايد الصابون الصابون ديما كندوز ديال الواليه ميكا وكندير عليها تساوي على راسي شنو كنبغي كندخل طواليت كندوز على راسي بالصابون وهادي وهادي درام كنبقى نخوي عليا في الطيس ديال الماء ما سخون هيت تقول واحد غدا راه شويه شامبان ولا عطيني ولا كانوا كيجيو انا براسي كنت كنقبض الصوبه كلشي كيقبض الصوبه كيجيو القهوه كنقولش البنات مشات طويبات السكر كيما جابوها مسوسه كنشربها حلوه كنشربها جابو العدس مسوسه كناكل هكا كاينش عطاني شويه ديال الملح ولا كنبغي نصب الحوايجي بداك الرسيون ديال الصابر كنصب الحوايجي ونشف طراق 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 ونعصر وكذا وهادي وعصر وترطق وعاد نشر حيت انا كبرت فين في الكراج في الحبس انا مش عارف بنادم كبرت في الحبس في المدرسة دوزت حبسين على الرجال ماشي رجال ما عمر بنادم كان كيتخيلهم وانا دابا كنتلاقاهم ساكن كنبقى نضحك معاهم الطوبيه وتمنغ مع هذا وتمنغ مع هذا وتمنغ مع هذا وتمنغ مع هذا باش كيخافوا مني لا كيحترموني كيقدروني حيت انا دوزت معاهم الحبس ما كنتش كام ما كنتش حسراف ما كنتش بزاف د الحوايج خص تكون جدار وراجل وخصام في الميسه نضرب معاك باش ما بغيتي نضرب معاك انا هو اللي ديت الحبيب المجنون قمص معاه طرت معاه بمليون راس راس دخلت له العيطة على ربعة عيط لأمو الله يرحمه ويوسع عليه قال له آه لأمو يوسع عليا غدا جيبي لي مليون وصرت لي كيلو الحشيش والفريلا غدا دخلت قال لي بالصحة قلت له الله يعطيك الصحة صبار كندير بوكياس كتعطيني هذا وهذا 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 اللي مدمر لي القوة هادي عكس دابا مش يعطيك من هذا دابا يعطيها لك بلادي مع المودة يصرر داك الحبس يقتلوك يقضي على صالات كم ديك الشهرين اخوتي اللي ضربت لا قطعت السينه وخلاوني تابس دوز ديك الشهرين ديال الجوج والجوج فيه غير خير وباياصات اللي قالوا باياصات والله ما تسخات تخرج من الحبس باياصات هاد الشكل ديال ميسر والطوبيه والتلافز والتلافز كاينين الوركمانات الامبيطروات الماسق الضحك الطوبيه المهم كنقول لكم القوام كيطيبوا الريشو كاين الكل شي كاين مونينيكس كت كدور مو خصك تكون غير مسمار تكون غير مسمار وديما حاضر بحال شي ميتير ديما كتكون قاني عرفت اللي داير في التيران كامل الناس كتبدا كيدخل بوجهها ديال مسمار الكلام كيدخل بالبوجه ديك عيط له شاف شامري وضعت شامري الحسراب ديالو كيعيط له تساود معاه على شي لعيب كان داس كان تساعد انا وبنان في القرية ما كانت عندي بلاصة في القرية كان تساعد انا وبنان نقول له حدا يومي يقردها وفاي كيدخل من المشتيت كده كي
بالشويه تقدر تسوي شويه صافي تقدر تسند الى الدوله وكلش، ولكن كيدير معاه مزيان كيجري مع بنادم كذا بزاف د الحوايج حسب بلا ما يتبهدل. الناس في لاكار يولي كله جربه، اللي لازم الطواليط حاشاك مسحل مسح فيه رجليه. شوف الحبس كي كان هذا الناس هادو كتهضر معاه كيقول لك انا كنت صحتك ولاش نضرب بعض لك بطاس ولا ثلاثه كيبي كيعاود لك 100 كرونطيله بحال ضرب شي 600 عام الحبس، وانا ما نضربش 100 كرونطيله اللي ضرب 17 عام وخمس شهور الكراج. حبس هاد الناس اللي ضاربينو ضربتو انا غير بلا بيج غير بالدوكويات كيبقى يهضر بلاد. لا انا كنعاودكم الفري اخوت، ما علاش كملنا داك الشهرين مع الرجال خلاوني ثابت في السينات الشهرين مع الرجال. سميت خارج الله يلبس كنك لبيك دير لك 3 الى 30 عام سكي الله الى صبر ديال انا في السراق اللي بوزي قلت له قال لي راه تلبسها دير لي راه كيعاود ولاد حومتي كيدخل تسنى وكل شيء عارفني حتى هو مسمار وراجل لكن كون كان برخو كامل خصين شي بلان فاش كيشوف اللي في القمر كتكون كتقمر كتلهدش على الفلوس ديال جيبك ولا الفيزا تخرج لك شي واحد كتقدر تلف فك مقمر معاهم تلف فك سالينا عاد كتحط الكارطه وتجمع لي بان ديالك كتشوف هذا خاسر بحال هذا درس ولا درس ونص كتعطي جبكيه طلع اخر لا هذاك مسكين مقود عليك حتى هو درت هذا البكيه تكيفو كتجي قداس هو كيجلس بلاصتو كيحسبك ويصرفك واش على رجوله فيه كي داير ماشي كتقدر داك الشيء كتبداو كتبقى انا صافي كتبقى مع من مزيان كنت معاه مزيان ما هو عنده كيبغي يطول لك نقول مصايد شويه صافي كاف خويا عزيز عليا وهادي سوا عزيز عليا كان كيضرب لي ما وكان كبد كارطه كيز عليا داخل كيبد هو الكارطه كنزد عليه داخل صافي نعاود الخوت مسكين عاد الصبر ديالي واحد البياسات مقلت انايا يعني. ساعات تما تخرج كنت عندي واحد اللعيبات وكذا نحتهم كامل خرجت غير بملابس عيطوا لي بالليل لا كلاس كون في الصباح الله يعاون راني عارف علموني بالليل الصباح راني عارف الصبية سلمت على الرجال سكرتي عرفت سلمت على الرجال كاملين تصلى 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 بس كنت كنزور قعدت 10 ليالي الحفا قلت له قال لي راه تشد وانا عندي شي كان زمين عاب جيبي مع الله بدي طانسيون انا كنتسنى تجمع الدري وليا هادي هادي وقت ما طلعش شلت شوف هذاك الشهر ما طلعش ما خدش انا كارطي عرب كاع يطلعوا بيا وكارطي عرب كبير شافيت المباشرة مرحبا مي عاد الله بدي طانسيون انا كنتساينو تجمعو كلشي داونا للكري هاكا عيطوا لي واحد تا وصلوا عندي قال لي سميتك سميتك وماك سميتك باكا كيفاش السميه شحال الرقم تعطيه قال عليا جيتي عرفتني داك ود مونتيفي كان مسكين في التوق ديما كنتصلى فيه بكية المهم عادي ماشي مشكل خلاوها تسالي تساو انزلق انزلق على باب الكلام عاد الله داك القادر فين اخي القادر بخير لاباس كي داري الصحيح كلابه صحيح طيب هاد الشهرين دوز خصك شي لعيبه طلب لي عندي هاد 5000 واش دي طلع ويستر مسكين بغيت نخلص قال لي ما شد منك شي درهم عاد الله ما تيشا حمراء مطيشه حمراء خوتي راكم عارفين مطيشه حمراء خليها لكم مطيشه حمراء للحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. سمعتوا خوتي هاد القصص راهم قدامين 2001 وانت طالع مازال معاكم يبس من يعرف هاد الحبس ديال دابا راه صعيب بعدوا من هاد الشيء بعدوا من المشاكل صلوا في والديكم صلوا في راسكم بعدوا من البليه اللي ما مابونيش معاكم بوزي يدخل يتابونا وبلا ما تنساوش تغيمي زاتكم من صوخ من صوخ من صوخ كوين انت الزوله القبيح انا ما عندناش المشكل باش تجي ماما هاد راسكم الفراجه خوكم بوزي ومشى قبل ما نختمو ديما كنقولها لكم اللي مريض دعيو معاه الله يشافيه واللي في الحبس دعيو معاه الله يطلق سراحو وديما كنقول لكم تحياتي للمغاربة كاملين داخل الوطن أو خارج الوطن ديما كنقول لكم وينصر سيدنا وعاش الملك وتحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.